السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. بغيتكم تلاحظوا معايا هذه الحالة، الحالة اللي ديال هذا الطائر. دائما ملي كنبغي نقدم لي شي حاجة، يعني أبار الزوان والماء والمسائل العادية ديال التغذية ديال الطيور المغردة، هو دائما يؤدي هذه الأغرودة بالذات دائما. فديك النهار عطيته واحد شوية ديال الخص، أدى لي نفس الأغرودة، واليوم فاجئني عاود عطيت شوية ديال واحد خيزو فيؤدي نفس الأغرودة. هذا أثار واحد الانتباه ديالي، وما عرفتش واش عندها علاقة بالبسيكولوجي ديال الطيور، يعني حالة نفسية أنه بهاد الأغرودة بالذات يعبر عن الفرحة ديالو، ولا على لا كيوريوزيتي ديالو، يعني حب الاستطلاع ماذا يعني هاد الجسم الغريب اللي عطيته. وكيبان الان انه زعم عليه، ف يتبع كما نقولوا اسبيبر. نحاول المره الجايه نعطيه شي حاجه واحده اخرى ونلاحظوا معاه، لان هذه المره الثانيه كتحصل لي معاه بنفس الغروده، فاثار انتباهي لهذا الموضوع وبغيت نبارطاجيه مع الخوت. انتظار الاراء ديالكم لي بارطاج ديالكم. شكرا.